زمن الجائحة تبدو الأطقم الطبية على خط المواجهة الأول، وهناك بعض الاجتهادات تقول لما لا يرخص لهؤلاء الذين يصلون الليل بالنهار ويقفون على الخطوط الأمامية بالمواجهة بالإفطار حتى يعطوا بكل مجهودهم، ربما يحتاجون لكل ذرة لكي يواجهوا هذا العدو الغاشم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في الفتوى قلنا بأن طاقم الأطباء والممرضين يرجعوا إلى علمهم وإلى تخصصاتهم المختلفة، وإن لم يكن عندهم من التخصص الدقيق في هذا الأمر فيرجعوا أيضا إلى أولي التخصص، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ثم فإن الفتوى مبنية على حالهم وما يقوله المتخصصون في شأنهم، فإن قال المتخصصون في شأنهم وإن قال الأطباء بأنفسهم، والمسؤولية هنا فردية، إن قالوا بأن الصوم بالفعل يؤثر علينا أنا وزميلي وزميلي كل واحد على حدة، الصوم مؤثر بالفعل وأنه سيؤدي إلى الحاق الضرر بي شخصيا وبتقصيري في العمل، ففي هذه الحالة يشرع الفطر في مثل هذه الحالة، وكل يقدر ظرفه وحاجته ومسؤوليته عن ذلك وهو أمين على نفسه وفق قول المتخصصين، فلا مانع في هذه الحالة. ونحن نتوجه إليهم، الحقيقة هم يستحقون كل الثناء وكل التقدير على هذه المجهودات الكبيرة، ونوجه كلمة أيضا لأنفسنا ولشعبنا الكريم أن هؤلاء ينبغي أن يقدروا وأن يبجلوا وأن يعظموا وأن توجه إليهم التحايا وأن نفرح بقدومهم، لأنهم بالفعل هم جنود في المعركة وفي الميدان، كما أننا كنا نفرح وما زلنا نفرح بالجندي الذي أتى منتصرا في ميدان المعركة الحقيقي، كما مثلا في معركة العاشر من رمضان، انظر إلى يعني فرحتنا نحن عندما يأتي جندي من الجنود ونلقاه بهذا الزي الشريف وبهذه الملابس العظيمة، نفرح فرحا شديدا، وكنا نقدر هذا الزي تقديرا كاملا وما زلنا إلى هذا الوقت. فنحن في حاجة إلى تقدير هذا الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء، بل نحن في حاجة إلى تقدير كل مجهود بذل في سبيل هذا الظرف الاستثنائي من أجهزة الدولة بكاملها على كافة المستويات، وزارة الصحة ووزارة رئاسة مجلس الوزراء، السيد الرئيس بقراراته، كل هذا في الحقيقة يحتاج منا إلى تقدير. مؤسسات الدينية قامت أيضا وتناغمت مع أجهزة الدولة المختلفة، فتحية تقدير وتعظيم وتبجيل لطاقم الأطباء أو الجندي صاحب الزي الأبيض أو اللباس الأبيض الذي نحييه في مكانه وبيننا وفي كل مكان، كما نحيي أيضا جنودنا من الجيش ومن الشرطة ومن كافة المؤسسات.